إذا راحت عزت راح يرافقها. عدنان، أنت شو عم تحكي؟ كانت عم تحكي معه على التليفون، مبين إنه في شي بيناتهم بس ما بدهم يحكوا. لا لا، ملك ما بتعمل هيك شي. إذا طلع إحساسي صح، إذا ملك بتروح لتعيش مع عزت، وقت رح أشنقن هن اتنين قدام الكل. زهرة بتعرف إنه أمها هلأ بموقف صعب، كرمال هيك ممكن تغلبها عاطفتها وتحاول تروح على القصر. ما لازم تتركوها لحالها ولا دقيقة وحدة. انتوا لا تاكلوا هم ابدا، انا ببقى مع زهرة بالبيت. طيب وملك كيف رح نقدر نتواصل معها؟ المسكينة بقيت محبوسة بالقصر. خالي فاطمة، فينا نحكي معها، بتساعدنا بانه نطالع ملك بأي شكل وبنحجز لهم ليسافروا بنفس اليوم. نحنا ما عاد فينا نلعب بأعصابهم هن الاثنين. زهرة بنتك ما ماتت، لسه عايشة. ملك ليكي، حجزت لها معك، هي هون هلأ ورح تسافروا انتو التنتين. رجعت مثل قبل، بس ما عاد في ضل هون أكتر. لا تظلمني أكتر من هيك لو سمحت، اتركني روح. وين بدك تروحي؟ ما بعرف، لمكان يكون بعيد، مع مكان بقدر انسى فيه كل شي صار بهالفترة. طيب معناها منروح سوا، منترك كل شي ورا ظهرنا ومنروح مع بعض لوين ما بدك. لا يلا ضبي غراضك، خلينا نبلش بحياة جديدة. عم بترجاكي تعطيني فرصة واحدة. ما بدي روح معك، انت ما فيني روح. بس فيك تروحي مع غيري، عزت عم يستنى، ما هيك؟ قلت لك عزت ماله علاقة فيي بنوب. لا تكذبي علي، الدكتورة قال علاقة بالقصة. ليش كل الوقت هي وياه وما عم تتركه؟ اه ليش بتستنى اي فرصة لتضلوا لحالكن؟ فكرتيني ماني شايف وماني فهمان عليكن؟ لا عدنان، انت ما في شي فهمانه. حطوا هالحكي كتير منيح براسكن، طول ما انا عايش ما رح خليكن تسافروا مع بعضكن، ولا حتى رح اسمح له يتطلع فيكي. حبيبتي زهرة، ما قدرتي تنامي؟ ما عم بقدر نام من كتر ما عم فكر بأمي وخايفة عليها.
أنا متأكدة أمك كمان بتكون هلأ عم تفكر فيكي. خالة زينب، فينا نتصل بأمي؟ لو سمحتي بدي أسمع صوته. هالشي صار مستحيل حبيبتي. عمك عدنان حط إيده على تليفون أمك وما عم يسمح لحدا إنه يحكي مع بنون. طيب أمي كيف رح تطلع من هداك القصر؟ كيف رح نحكي معها ونشوفها؟ إلا ما نلاقي شي طريقة. أنتي لا تحملي هم، ما ضل شي يا روحي. رح يضل بالي عندكن، بس مجبورة أروح على المستشفى، ما لقيت حدا ياخد مكاني. لا تحملي هم أختي زينب، أنا رح ضل مع زهرة اليوم. بس ديري بالك يا نرمين، أنا هلأ رايح على القصر ولازم أعطي هالتليفون لخالتي فاطمة توصله لملك حتى نقدر نتواصل معها. يعني أنا اليوم رح أقدر أحكي مع أمي معي؟ إن شاء الله حبيبتي. شو ما صار ما بتطلعوا من البيت، أصحكن توقفوا قدام الشبابيك ولا تفتحوا الباب لأي حدا. هاي آخر أيام يا زهرة، لازم ندير بالنا كتير منيح. انتو كمان ديروا بالكم. حياتك المهنية تنتظرك أيام صعبة. في هذه الأيام فيما يخص حياتك الشخصية أنت مضطرة لأن تقدمي بعض التضحيات، لكن بعد فترة قصيرة النتائج الإيجابية ستقلب لك الميزان، ستكون كفيلة بأن تنسيك كل المتاعب. خالتي سمعتي؟ لا تكون الست لورين عم تفكر أنها تزيد لي المعاش. وأنا عم فكر إذا ما قلعتك بيكون منيح. قومي اشتغلي لك شي شغلة، أهل البيت رح يقعدوا يفطروا والفطور لهلأ ما في شي منه جاهز. شو صار لك؟ بعد فترة طويلة أمور الحب التي كانت راكدة أخيراً ستتحرك. كوني منفتحة للمتقدمين ولبي دعوات الخروج. إن شاء الله إن شاء الله. لك هالبنت شو صار لها؟ عم قلك قومي اشتغلي لك شي شغلة مفيدة، وقت قراية الجرايد تبعك، أصلاً الشغل لفوق روسنا. طلعي لبرا وتركينا لحالنا. خير إن شاء الله، ليش؟ قلتلك طلعي لبرا. الله حتى النمل الماشي على الأرض ركب له جناح ليصير طعم للطيور. فاطمة اصحك تحاولي تتدخلي بيني وبين عدنان كمان، وإلا وإلا شو بدك تعملي بهي خانم؟ وقتها بمحي أثرك. عدنان ناداني أمي، دافع عني، حماني منك. لأول مرة بحس إنه ابني. هلأ إذا بموت ما عاد يهمني شي. خالتي فاطمة صباح الخير. صباح الخيرات ابني، أهلين وسهلين. فوت لجوا يلا، رح ينبسطوا إذا بتقعد وبتفطر معهم. خالتي فاطمة بدي اطلب منك طلب. على عيني وراسي ابني، امرني. ملاك لازم تمشي من هالقصر. ليش؟
ليكي خالتي، تعرفي شو عم يعملوا؟ عدنان حابسها، رح تموت وتختنق. انت الوحيدة اللي بتقدري تساعديها. بقدر ساعدها؟ شو بدك؟ ليش اجيت؟ اجيت على بيتي، بدي اشوف امي واطمن على ابن اخي الصغير، ومو لازم استاذن. عدنان اغا، انت وعزت وامك رحتوا على اسطنبول ما هيك؟ ايه، عمو عزت وامي كانوا رح يتزوجوا وقتها. نحن الثلاثة كنا كتير مرتاحين. هدول هن اللي مسحوا الارض بسمعتنا وشرفنا وخلوا راسنا بالارض. ما بدنا وسخين بحارتنا، عم تفهم انت وياه؟ يلا اطلعوا لبرا يا قليلين الادب والاخلاق، اطلعوا لبرا، اطلعوا من بلدنا. هدول الناس اللي ماسحين بكرامتنا الارض يا جماعه، وما رح نسكت لهم، رح تطلعوا من كل الحاره وما عاد لكم رجعه بنوب. اطلعوا لبرا، نحن ما بيناسبنا يكون عندنا ناس بلا أدب وبلا أخلاق مثلكن، عم تفهموا؟ انقلعوا من هون يلا. شوفي زهرة، ديري بالك. إيه فوتي، لا وسخان تنفعنا برا، ما بدنا ياكم بحارتنا. هدول اللي بيوسخوا سمعت حارتنا ومنطقتنا. يلا يا شباب اهجموا عليهم، ما بدنا ولا حدا يضل منهم هون. شوفي زهرة، عدي وسخك تتحركي. يلا يا شباب فكوا عليهم الحجار بالحاره. مالك عمي؟ لك انت قديش واطي ووسخ؟ ليش؟ بس لاني ما اعطيتك ريح حلو صرت واطي ووسخ؟ كل اللي عم تقوله عني كذب وافترى. كذب مو هيك؟ دخلك عزت بيك ما بيجي على هالبيت كل يوم المساء؟ تنكري انه عم ينام هون وما بيطلع للصبح؟ انقلعوا، روحوا من هون، يلا انقلعوا. اللي انت والاخ تبعك شايفين؟ الكل صاروا يعرفوكم، ما بدنا قليلين اخلاق هون. هدول عم يوسخوا اسم حارتنا ومنطقتنا. هذا ما له اي بيت، هذا خان. الفايت فايت وطالع طالع، ما حدا بيعرف مين بيفوت ومين بيطلع. ما بدنا اياكم بحارتنا. يلا نلعوا، اطلعوا لبرا. لك انت ما بتفهم؟ لك انتوا ما بتستحوا؟ رح اطلب لكم الشرطه. نلعوا من هون، يلا نقلعوا من هون. خالة نرمين، خالة نرمين، مين هدول وشو بدهم مننا؟ خالة نرمين، ليكك هون. لا تعيطي، ما رح أزيكي أبدا. خالة نرمين، خالة نرمين، ما شاء الله ما شاء الله، يوم عن يوم عم يفرق، كأنه زايد وزنه شوي. ايه طبعا عم بيزيد.
وعن قريب بدنا نشوفه عم يمشي ويركض كمان. إن شاء الله. بس أنا ما رح أطمن ويرتاح بالي لحتى تتقلع هاي الحية وتروح من القصر. لا تقولي هيك أمي. طالع لعند ملك لحتى ودي له الفطور. ليش حتى ما أقول هيك؟ هديك الحية كانت رح ترمي جمال بالشوارع، نحنا دخلناها بيناتنا وطلعنا غلطانين. اي لا تخافي أمي، ملك ما رح تضل هون كتير، هي أصلا كرمال بنتك كانت هون، هلأ زهرة ماتت ورح تمشي بسرعة وقت. بنتي جبت لك الفطور. عصت برا خالي فاطمة؟ ايه عزت برا. يلا بنتي عادي كلي لتقوي حالك. خالي فاطمة عادي شوي. خالي فاطمة ما حدا هون بيقدر يساعدني غيرك، دخيلك ساعديني امشي من هون لو سمحتي. بنتي كيف بدي ساعدك انا؟ مفتاح الأوضة معك انت بس، إذا ما قفلتي علي بالليل بكفيني اطلع لحالي وما حدا بيحس. الله يخليك حسي فيني. روحوا من هون يا اما بطلب لكم الشرطة. يلا يلا يلي ما بتستحي، ما بدنا ياكي قليلة الأدب والشرف والأخلاق يا وسخة انتي. ما بدنا هيك نسوان ببيوتنا. شو عم تسوي عندكن؟ اهدوا شوي لو سمحتوا. الافتراء ذنبه ما بينغفر، وبالأخص إذا كان هذا الافتراء على ست بريئة وما نعمل شي حلو بحقكن. روح يا خال، نحن منعرف شو عم نعمل، بس الواضح انكم ما بتعرفوا شي بنوب. الله عارف بكل شي وما رح يرضي هذا التصرف. يلا كل واحد يروح بحال سبيله. وقفوا وقفوا عندكم، لوين رايحين؟ وقفوا لا تمشوا. هالقصة ما خلصت، رح تركعي تحت رجلي تحت رجلي. شو صاير هون؟ زهرة؟ زهرة شو الموضوع؟ شو في؟ لوين رح تروحي؟ ما بعرف، المهم تكون بعيدة عن القصر. ملاك عدنان بيحبك كتير، لا تروحي. بس أنا ما فيني حبه وما رح حبه بأي وقت. خالتي فاطمة روحتي من هون رح تكون أحسن للكل، صدقيني. دخيلك ساعديني امشي. إذا طلع إحساسي صح، إذا ملك بتروح لتعيش مع عزت، وقت رح اشنقن هن اتنين قدام الكل. ملك بدك تعذريني،
لأنه أنا ما فيني ساعدك. بس امبارح كان بدك تساعديني. إذا لزمك شيء اندهيلي. آغا، الطلبية أغلبيتها جاهزة، ومشان الطلبيات الثانية هي قائمة باللي لازمنا. انفتح العمى بقلبك يا الله، كيف بدي اطلع من هون؟ يا روح ستك شو انظلمت؟ من وقت ما خلقت ما ضل شي وما صار معك يا حبيبي. اصحك تقولي هيك يا زمرد؟ كلنا فرحنا بجيد جمال، بس شو نعمل؟ اذا المشاكل عم تزيد وما عم تخلص من هالقصر. الله يتلطف فينا ويحمينا. طول ما هالحية هون ما رح تخلص المشاكل بهالقصر. لإمتى رح نضل حاويين عنا ستيلورين؟ عدنا نستأجر بيت، وعن قريب رح ياخدها من وشنا ويريحنا. إذا ملك راحت، عدنان أغا ما رح يتركها ورح يروح معه. معقولة نحن نعيش كل مين ببيت يعني؟ لك العالم شو بدها تحكي؟ ما عاد في خلق لنفكر بكلام العالم ليلى. بدي أحكي معي. توقع صخرة قد ليلى فوق راسك. ليلى إذا سمحتي. ليلى بدي أقول لك شغلة لو سمحتي. تحركي. يلا لشوف، تعي. تعي لشوف. قعدي لشوف. وطي صوتك. هدي رجليك. مين انت؟ شو بدك مني؟ ما عم قلك اتركني. بس بقى لا تجني. ما بدي منك شيء، بدي من الدكتورة. وإذا كانت الدكتورة بتحبك كتير بتقلي مكان أخوها. وإذا طلعت بتحبه كتير لأخوها وقتها أنت بترجعي على القصر. خلينا نتصل بالدكتورة. ألو، مكتب الدكتورة زينب تفضل. ألو، الدكتورة موجودة؟ لا، حضرتها بالعمليات. مين معي؟ ليلى، أنا لازم أمشي من هون، ممكن تساعديني؟ كم مرة جربنا وكل مرة كنتي ترجعي. عدنان ما رح يتركك بحالك، ما فهمتيها؟ بس هالمرة ما رح أرجع. ليش؟ شو اللي اختلف؟ اشرحي لي. لأنه هالمرة أنا رايحة لحالي. ليلى، ليكي انت بس تتركي لي باب اوضتي مفتوح بالليل بكفيني، انا بحمل حالي وبطلع على الهدى. عدنان اذا دور علي ما رح يلاقيني. عدنان ضحى بكل شي كرمالك واستاجر بيت لتسكنوا. اذا حس اني ساعدتك ما رح يتركني اعيش.
ليكي فهمانة عليك وبعرف إنه صعبة القصة كتير، بس هي آخر فرصة إليك. رح أطلع من حياتك وأمشي. الله يخليكي ساعديني بقى. لا ليلى لو سمحتي، من الأول ما كان لازم تقبلي تتزوجي. ما دام كتب كتابك وتزوجت وكنتي مرتاحة معه، تحملي اللي عم بيصير فيك. ليك زواجي أنا وعدنان مانو غير زواج على الورق وبس. أنت شو قصدك؟ أنا وعدنان ما في شي بيخلينا نكون زوج وزوجة. هو ما عنده غير زوجة واحدة وهي أنت. خدي هاي الفرصة وأنا رح أطلع من بيناتكن وما رح يكون عندكن مشاكل تانية. أنت مجبورة تساعديني. أنا اللي كنت متضايقة وعم أقول ليش أنا وحلمي ما عم نتفاهم، لأنه طلع هذا الشهر مانو شهر حظي والفرصة لسه قدامي وما رح أفقد الأمل. هاي ياسمين بكفي بقى، نفختي لي قلبي بهالحكي. خدي جيبي هالغراض وبعد نص ساعة بتكوني ناطرتيني قدام باب السوق. ماشي؟ ماشي، إن شاء الله شوفه بطريقي. خالتي فاطمة، خالتي فاطمة وقفي شوي. قليلي شو عملتي؟ أعطيت التليفون لملك؟ لا ما أعطيت إياه. ليش ما قدرت تفوتي لعندها؟ عزات أنا ما فيني ساعدكم. لا أنت أعطيتني هذا ولا أنا أخذته منك بلا ما تورطني بهالقصة. خالتي فاطمة، ناس بتقعد بتاكل وناس بتقعد تتفرج. خدي افتحي تمك، عاملينه طري مثل الفستق، كلي. ما بدي. احكي لي لشوف انتو شو في ورا هالقصة. كل هارمان اللي عرفت انك متي وبكيت كتير من الحزن، بس انتي قاعدي قدامي بلحمك ودمك ما شاء الله. شو بدكن تعملوا؟ بدك تهربي مع امك؟ انتو ما بتخافوا من عدنان آغا ولا بتعملوا له حساب؟ رح تقول لعائلة كيرمان اني عايشة؟ لسه ما قررت، والله الواحد صار لازم يخاف. حتى عدنان آغا على سنه ورمح قدرتوا تضحكوا عليه. عم اشكي لك عن ابنك، بلكي بطفي النار اللي جواتي. والله محروق قلبي من فعايله لعدنان، من جنونه وتعلقه بهالمرة هاي. كسرنا وكسر عائلتنا وراسنا صار بالأرض، يلي طول عمره مرفوع للسماء. بصحك تاخد على خاطرك، عدنان بيضلوا ابنك ووحيدك كمان. أنا غلطت ابني غانم، الأغوية من الأول لازم تكون بإيد عزة ابن جمال. مو من حق عدنان، عزة هو الأحق بالأغوية.
أنا قررت ساعدك، بس إذا صار أي مشكلة ما بتجيبي سيرتي لأي مخلوق، عم تفهمي؟ عم أفهم. هلأ شو رح نعمل؟ ما فهمت الخالة فاطمة ليش ما قبلت إنها تساعد ملك؟ يمكن تكون خافت من غضب عدنان. فكر شوي عزت، نحن كيف بدنا نطالع ملك من القصر؟ ما عندي حلول زينب، وعدنان حاطت حراس على القصر، رح نضطر نستنى لحتى عدنان ياخد ملك على البيت الجديد. ألو؟ زينب، أنا ملك. ملك؟ أنت من وين عم تحكي؟ ليلى عطتني تليفونها وقبلت تساعدني لأطلع من القصر. نشكر الله، نحنا كنا عم نفكر كيف بدنا نتواصل معك. زهرة معك هلا؟ زهرة بالبيت ونيرمين عندها، لا تاكلي هم أنت. طيب قولي لليلى رح أطلع من القصر، خليها تصبر بس شوي. ليلى قبلت إنها تساعد ملك. سلام، الله يعطيك العافية. الله يعافيكي، بس مين بتريدي حضرتك؟ أنا بدي إياك طبعاً، يعني مين بدي غيرك؟ خفت دمك هاي من وين مرتانة؟ لتكون من أمك؟ لا، خفة الدم بكل عيلتنا موجودة ومنتشارك بأولمبيات العالم لخفة الدم، بس لأنه حضرتك بتربحيها ما عاد قبلونا. العقرب ولا الجدي؟ شو؟ في حيوانات بالمحل؟ بس ما يكون برجك الميزان. انت امتى ولدان؟ شو برجك؟ اي شهر واي يوم؟ لك يا خانم، لأنك حابة تتسلي بعد شوي رح تشمسينا بالضيعة، وبكرة الناس بتطالع علينا 100 قصة وبيركبوها على كيفهم. بس محيلي، أنا عندي شغل. 19 آذار؟ برجك الحوت. حوت حوت، لا تتطلعي وتبحلقي، لأنه هذا الحوت هلأ رايح الشغل وراح يزد حاله بالبحر. الحوت بيكون متقلب وشكاك، ما بينوثق بكلامه ولا بيتصدق. هذا هو، لقيته أخيراً. وقفي، لا تصورني. هدي هدي، قلت لك لا تصورني. شو ما حكيتي ما رح اسمع ورح صورك، لأنه هاي الصور قيمتهم ذهب ذهب. تعي لشوف، خليني صورك هيك. لمين بدك تبعت هدول الصور؟ بالأول الدكتورة لازم تشوفهم. انتي كنت عيلة كرمان، وإذا هي ما اهتمت إلا ما يطلع حدا يهتم بالموضوع، ها؟ والله الصور كتير حلوين. ليلى هيك رح تريحنا كتير. عزت، بتمنى من الله إنه هالمرة ما تصير لشي شغلة وما نقدر نجيب ملك له. زهرة بس تعرف إنه الرحيم شو الليلة رح تفرح كتير. مانن عم يسمعوا دقتي. شو هالحكي؟ نيرمين! شو صار؟ زهرة وينها؟ زهرة أخدوها. مين اللي أخدوها ولوين؟ ما بعرف، ضربوني بشي على راسي وما شفت حدا. لو سمحت لا تقول لحدا اني عايشه، بوس ايدك ورجلك، هي اخر فرصه لنا لنهرب. ايه سدي فمك بقى. يلا خليني ابعت الصور للدكتوره بالاول لنشوف اذا رح يعجبوها.
مين رح يكون أخذ زهرة؟ عدنان لسه ما عرف إنها عايشة. هاد بسببي أنا. هدول الرجال إجوا وطلعت لبرا، اللي صار صار لما كنت برا. طيب هلأ شو بدنا نقول لملك؟ يعني كيف بدنا نشرح للي صار؟ زهرة، الو، عجبوك الصور اللي بعثت لك اياهم؟ دكتورة زينب، جلال، ايه نعم جلال، شوفي القدر رجع جمعنا من جديد. انت شو بدك منا وشو اللي بدك اياه من زهرة هلأ؟ طبعا بدي، انا بدي اعرف مين اخوكي، والا مو بس عدنان آغا، كل هارمن اللي رح يعرفوا باللي ساويتي مع زهرة. انت عم تفهمي؟ الو، اشك سنه جاي.